بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. حبيباتي، البلوزة اللي اتفقتوا عليها في الفيسبوك زي ما وعدتكم هنعملها مع بعض للجماعة اللي ما بيعرفوش يرسموا الباترون الأساسي. طبعا متابعينا عارفين هم هيعملوا الباترون الأساسي ازاي، انما اللي مش بيعرفوا يرسموا الباترون، مش بيتعاملوا بالباترون وعايزين يعملوا موديل، بنسهلها عليهم ان شاء الله في الفيديو ده. حضرتك هتجيبي اي بلوزه او اي تيشيرت من عندك. اليميني هنا ان الكتف يكون مظبوط جدا، فيما عدا ذلك كله انت تقدري تحجيها. هنا عندي البلوزه دي، التيشيرت ده مكسم هنا من ناحيه الوسط، فكل اللي انا هعمله ان انا هجيب من تحت الباط كده وهنزل بتوسيع على اسفل كده، علشان ادي وسع الجبل. تمام كده. بعد كده هرفع الباوت كده وهاخد علامه الباوت. فانا هرفع الباوت اهو، هعمل كده. لو انت عندك روليت وكربون ممكن تعملي عدد الباوت، لو ما عندكيش يبقى هتعملي زي انا ما هعمل كده اهو. ادي الكتف وادي كمان علامه الرقبه. تمام كده، مش محتاجين حاجه ازيد من كده. هجيب دي على جنب كده وهيكون هو ده الشكل العام للبلوزه اهي. اظبط بس ده خط الجنب عشان يجي على الكتف كده مظبوط، وهبدا اعمل الباط كده بالشكل ده اهو. اذا حبيتي، اذا لقيتي ان الباط هنا داخل شويه ممكن بس تعملي له اريحيه كده شويه كده بالشكل دوت. تمام كده. بعد ما عملت كده انا هنا عندي الرقبه 8 سم 8 سم، يعني ممكن نخليها ده الاساسي بتاعنا 8 8. هنشوف كده الرقبه دي كام علشان نبقى بنشتغل في المظبوط ده. 9 مثلا، وهناخد 9 سنتي 9 سنتي كده، او نفتح الرقبه شويه كده علشان يكون ده شكلها. تمام كده بناتي. هنا في الرقبه الخلفيه عارفين ان احنا بننزل 2 سنتي، فهعمل كده. يبقى انا حركت، هجيب قلم بقى علشان الرقبه انت بتلعبي فيها زي ما انت عايزه. انا بس هحتاج لك القلم ده كده بالشكل ده اهو عشان اقول لك ان ده شكل الرقبه الاماميه، وهعمل دي كده علشان تكون دي هي الرقبه الخلفيه. وهنشوف هنقص الكلام دوت مع بعض ازاي. هنتقل ده مع بعض كده علشان يبان معاكي في الكاميرا. ده شكل البلوزة. ده شكل البلوزة. انا هنا عاملاها على 2، تنيت الورقة دي على 2، تنيت الورقة دي على 2 علشان اجيب المقص بتاعي وبقص كده الرقبة الخلفية اهو، وبعمل كده هقص الكتف. هنا كمان هقص جنب وادي الباط. هشيل دي كده. ايه اللي حصل هنا عندي؟ كده بقى عندي جسم البلوزه كامل. لما عندي جسم البلوزه كامل اهو،
هروح فاصلة دي كده حفظ دي كده. دي طبعا المسطرة اللي احنا بنشتغل بيها البوت في كل الفيديوهات بتاعتنا، ودي موجودة عند الادمن بتبيعها في الجروب. بعمل كده انا لما عملت كده ايه اللي حصل؟ قصيت الخلف اهو، عملت رقبه الخلف تمام، بقى عندي بطرون خلفي. بعد ما اخدت البطرون الخلفي هروح جايه هنا بقى فاتحه رقبه الامام بالقدر اللي انا محتاجاه، وهروح عامله دي كده. يبقى انا هنا عملت ايه؟ اول حاجه قصيت الرقبه الخلفيه وعملت لها بطرون بمنتهى البساطه كده، وبعدين شلت الرقبه الأمامية وبقى ده شكلها. لما بقول بدون بطرون يعني بدون تقسيمات وحاجات، أنا بجيب تيشيرت وببدأ أشرح عليه على الورق، بس ما ينفعش اللي أنت بتعمليه دوت هتعمليه من غير زي ما بعمل كده بدون ورق، مش هيطلع منك الموديل مظبوط. تمام كده؟ هجيب القلم بتاعي، هجيب المسطرة تاني، ده الأمام، عرفت إن ده الأمام من الرقبة بتاعته. انا هنا عندي هنا بناتي ده شكل التيشيرت البلوزه اللي احنا عملناها عشان تبقي قرياها هي بتتعمل ازاي. هنا في كشكشه على الصدر كامل، شايفه الزمات دي والكشكشه دي على الصدر كامل، ده شكلها. فانا هشوف هنا بدايه الكشكشه جايه من فين؟ جايه من منتصف الرقبه، فالرقبه لازم تكون واسعه بالقدر اللي انت محتاجاه فقط، مش ازيد. تمام؟ هبدأ هنا أعمل الكشكشة وهشوفها هي لحد فين، وأنا بقرأ هنا التشريح بتاع البلوزة دي. الكشكشة هنا هتروح جاية من الرقبة لتحت الباط، فهنشوف الرقبة عندي هنا كده بالشكل ده، والقصة جايالي من تحت الباط. فأنا هاجي أعمل أجيب مسطرة وهقص كده من الرقبة لتحت الباط مباشرة، هعمل علامة كده من الرقبة تحت الباط مباشرة كده. هتقولي لي المقدار اللي تحت البوت دوت قد ايه؟ ممكن يكون 4 أصابع، ممكن يكون 3 أصابع، على حسب راحتك. بعد ما عملت كده شكل القصة في الأمام، بعد ما عملت شكل القصة في الأمام هروح أبدأ أنزل شرايط من القصة دي كده بالشكل ده. هعمل شرايط كده لحد الديل، هعمل شرايط كده كده بالشكل ده. تمام؟ بعد ما عملت الشرايط كده بالشكل ده هعمل الخلف كمان بنفس الآلية، يعني بالمرة ودي هنا عشان تبقي فاهمة. الخلف هنا اهو، كده بالشكل ده. عندك هنا في الخلف خيارات، اما ان انت تجيبي الكشكشه الخلفيه بخط من منتصف الباط لحد منتصف البلوزه كده، واما ان انت تعمليها زي ما عملتي الامام بالظبط. فانت هنا عندك اهوت الامام، فهتنزلي شويه كده بنفس النزول اللي انت نزلتي بيه في الامام. فانا نزلت هنا للامام، بس في الامام انا عملتها هنا من بدايه الخلف، من بدايه الرقبه في الامام عملتها من بدايه الرقبه. هنا هنزلها تحت شويه على نفس مستوى الرقبه الاماميه كده بالشكل ده علشان يكون ده شكلها. ونفس الحكايه هعمل الشيء زي بقى هعمل هنا، هعمل في الخلف. فانا هنا هقص كده يكون ده شكلها، وهبدا اقص الشرايط دي كده بتاعي ده شكلها اهو، وده الرقبة الجزء الاعلى. هعمل في الخلف زي ما عملت في الامام، القماش بتاعي
هنا عملنا مجسم صغير علشان يبان معاك في الكاميرا ونعرف نقص قدامك. ده الرقبة، ده شكلها اهي، حطيتها كده ثبتها بتبوس. هنا هجيب الشرايط بتاعتي كده واحطهم مع بعض الوضع الطبيعي، وقلنا ان احنا بنرقمهم عشان ما تروحش مني واحده وتزهقني، يعني ما يتلخبطوش مع بعض. فانا بجيبهم جنب بعض كده، وبجيب مسطره وباخد حدود القصه دي بالمسطره. ده المبتدئه جدا طبعا، اللي اخدها على الخياطه هي فاهمه هتعمل ايه، علشان اجيب الخط ده عشان ابدا من عليه القصات. طب عملت كده، بس مجرد تحديد لميله القصات. هسيب هنا في البدايه كده، طبعا الزيادات دي المساحه اللي انا هاخدها دي نسبيه، في حد ياخدها 3 سم، في حد ياخدها 5 سم على حسب القماش، تمام. فانا لو دلوقتي سبت 3 سم او 4 سم اهو، هسيب 4 سم ما بين كل قصه وقصه. طبعا كل القماش يعني لو بتعملي البلوزه دي على شيفون، لما يزيد الكشكشه فيها تبقى احسن. فانا هعمل كده، هسيب 4 سم ما بين كل مسافه ومسافه، ما بين كل شريطه وشريطه. بس في البدايه انا سبت 4 علشان المسافه اللي هسيبها هنا هي اللي هتكشكش لي الجزئيه دي، والمسافه اللي هسيبها ما بين الشريطه والشريطه هي اللي هتكشكش لي الشريطه دي، تمام. فانا هعمل كده، بصي بحط ايه معيار الخط بتاعي اللي انا عملته اهو على الخط، فانا مريحه نفسي يعني. كده بالشكل ده. طب ايه اللي حصل هنا؟ لما انا اخدت الخط ده ايه اللي حصل هنا؟ الشرايط اترحلت لتحت، فانت تسيبي طول، انت عندك طول، فانت تسيبي الطول المناسب من تحت علشان لما تيجي تقصي تاخدي على الطول النهائي، تمام. فانا هقص على الاخيره دي، هقص على اخر شريطه اجباري، هقص على اخر شريطه وشوفي الطول، لو لقيتي طويل شويه قصي، هتلعبي في الطول زي ما انت عايزه. المهم ان انا يميني هنا، ان لو جبت على اخر شريطه فانا هقص على اخر شريطه هنا، مش هقص خلاص، هروح جايه فوق هنا سايبه 1 سم، ده القماش طبعا تانيه على 2 مقفول اهو، وبعمل كده وبقص على امتداد الشريطه كده، تمام، وهقص الناحيه الثانيه كمان اهو، وهسيب 1 سم اهو، ده الشكل العام، تمام كده. وهقص هنا الرقبه، السفره اللي فوق دي بقصها، اسيب لها 1 سم كده، الرقبة كمان بسيب 1 سم اهو، كتف بسيب 1 سم في الخياطة، الكلام ده انا بقص على القماش اهو. طبعا القماش وانت بتقصي ما بتحركوش مكانه، انت بتلفي حواليه. بعمل كده بلف مع الباط، زي ما عملت في الخلف او زي ما عملت في الامام، هعمل في الخلف بقى. ده شكل القصه، انا عايزه اكشكش المساحه دي علشان تجيلي هنا، تجيلي في الجزئيه دي، فانا هكشكش كل ده عشان تجيلي هنا. المسافه اللي هتسيبيها هنا دي مسافه نسبيه ما بين حد وحد، انا عملتها 4 سم، حضرتك ممكن تعمليها 5، ممكن تعمليها 6، على حسب نوعيه القماش وعلى حسب كميه القماش كمان اللي عندك. احيانا كميه القماش بتحكمنا. هشيل القصات، الشرايط دي اهي، عايزه اكشكش بقى، هكشكش الصدر ده، هكشكش الصدر ده لحد ما يوصل لده، تمام. بعد ما كشكشت كده الجسم كده بالشكل ده، طبعا زي ما هعمل في الخلف هعمل في الامام. هجيب السفره، السفره هنا عندي خيارين، اما ان انا كنت جبت عند الرقبه هنا قصيتها على مفتوح او على مقفول. يعني ايه؟ يعني وانا حاطه السفره هنا كده اهي، الجزء بتاع الرقبه ده
انا قصيته هنا، جبت قماشه مقفول تليت حته قماشه كده بالشكل ده، ورحت جايبه حاطه البوزه بتاعت الرقبه هنا على الحته المقفوله دي، واخدت 1 سنتي للخياطه هنا و1 سنتي للخياطه هنا، فبقت هنا عندي دي السفره قطعه واحده، يبقى ادي خيار بالنسبه لك. واما ان انت تحطيها على مفتوح وتبقى مفتوحه قطعتين كده بالشكل دوت قدامي اهي، هتجيبيها كده وهتلفيها كده بالشكل ده كده، القصه من فوق كده بالشكل دوت، وترفعيها كده على القصه من فوق علشان يجي البيه ياخد او البايبنج، تنضفي بالبايبنج الرقبه كلها مع بعضها فتختفي القفله دي تمام، او ان انت تجيبيها مقفوله كده وتخيطي الواحد سنتي كده الواحد سنتي كده، وفي الحاله دي القماش بيبقى مرن معاكي مش زي الورق هتيجي معاكي فهتعرفي تظبطيها، فاما ان انت عندك دي مقفوله او مفتوحة، في الحالتين الشكل العام هيكون ده الشكل ده. هتعملي الخلف، انا عملتلك الامام، هتعملي الخلف زي الامام بالظبط. فاضلك ايه؟ فاضل الكم. هنشوف الكم هنعمله بنفس الالية برضو، الكم سهل جدا. ولنفرض طبعا عندنا كلنا بطرون الكم صح؟ ادي الكم اهو، ادي بطرون الكم اللي هو موجود عند حضرتك مطبقا، كلكم عندكم بطرون الكم، اللي ما عندهاش بطرون الكم بتقص، هتقص على كم البلوزه اللي عندها. ادي بطرون الكم كده، فهجيب الجزئيه دي وافصلها هنا من بدايه الكشكشكه على القدر اللي انا محتاجاه، واجيب القماش بتاعي بالشكل دوت، احط الجزء ده عليه كده والجزء اللي تحت دوت، هعمل له كشكشه، ده اتكلمنا عليه في الموديل اللي فات، وهحط نفس الحكايه شرايط كده بالشكل دوت، وهقص الشريطه دي لحالها والكم دوت لحاله واخيطهم في بعض عشان يديني كشكشه الكم. هنا بناتي ده شكل الكم، دي الشريطة ركبناها كشكشناها وركبناها كده في الكم. هنا هنقول على ملحوظة هنا اهو، الكشكشة بتاعت الكم بادئة او نازلة لحد كشكشة الصدر تمام، يعني اهي انا عايزة الكشكشة دي زي الموديل بالظبط، انا عايزة الكشكشة دي تبقى على حذاء الكشكشة دي، فلازم تبقى جاية كده وانا بركب علشان اهي شايفه المنظر، فانت هتقيسي من هنا لحد تحت المسافه، هي ديت اللي هتبداي تفصلي الكم العلوي من الجزء الشريطه اللي تحت تمام. هيكون ده شكلها اهو، ده الكم كده اهو، ده الكم كده كده، وادي الكم. شكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.